إن كانت هناك العديد من الدراسات التي حذرت سابقاً من الكارثة قبل وقوعها في درنة، لماذا لم تلتفت إليها الحكومات الليبية المتعاقبة؟ خير أستاذ حسين، ومساء الخير أيضاً للسادة المشاهدين ولضيفيك الكريمين. من المؤكد أن انشغال الحكومات بالصراع السياسي ومسألة البقاء في السلطة وهذه الصراعات وهذه الحروب التي جرت في ليبيا منذ الثورة، أعتقد أنها كان لها تأثير في مسألة عدم اهتمام السلطات الرسمية بالبنى التحتية بشكل عام، سواء فيما يتعلق بموضوع السدود أو غيرها من الأشياء. يعني في هذا الإطار الأمطار حتى ولو كانت قليلة تغرق مدن، تغرق بنغازي، تغرق طرابلس، تغرق مصراتة، ثلاث أكبر مدن في ليبيا. الأمطار الماضية التي حصلت حتى قبل العاصفة دانييل يعني أغرقت الشوارع، العاصمة شلت تماما، الطريق الرئيسي فيها شل لثلاث أيام. وبالتالي عدم اهتمام الدولة بالتطوير، بالإضافة للعامل الهام جدا وهو عدم قدرة الشركات الأجنبية الكبرى على دخول ليبيا بسبب الوضع الأمني والوضع السياسي المتقلب، هذا جعل يعني حتى المشاريع التي قد تقوم بها بعض السلطات الرسمية سواء كان على مستوى الحكومة أو حتى على المستوى المحلي، مشاريع يعني ليست بقدر عالي من الكفاءة ولا من الجودة، باعتبار أن المنفذ سوف تكون شركات محلية تفتقر حقيقة إلى جل الإمكانيات والقدرات على طيب يعني هذا يقودنا تحسين إلى سؤال آخر هنا سيد محفوظ. هل دفعت درنا فاتورة الانقسام السياسي والتناحر السياسي في ليبيا؟ نعم بكل تأكيد، هذه نتيجة واضحة جدا. أنا منذ الكارثة ودائما ما عندما أخرج على الإعلام أقول في جملة واضحة وهامة، لو كانت في ليبيا سلطة تنفيذية موحدة، سلطة تشريعية موحدة، حالة استقرار سياسي، لما كان الحال كما هو عليه حتى ولو حدثت الكارثة، حتى في مسألة التنسيق ومسألة قيادة الجهود نحو الإنقاذ وغيره. ولكانت الدولة بدل أن تنشغل الحكومتين في الصراع، يعني قبل أشهر صراع على دمج حكومتين وصراع على حكومة جديدة وصراع على قوانين انتخابية وصراع على عديد الأشياء التي لا يمكن أن نخوض فيها اليوم، وبدل هذا الصراع وبدل هذا الإشكال السياسي، كانت الدولة اهتمت بمشاريع البنى التحتية ومشاريع السدود خاصة، وهذه أمر معلوم لدى الجميع، سدي وادي درنة لم تتم صيانتهما منذ عام 2002 كما ذكر زملائي الكرام. عديد الدراسات وعديد التقارير كتبت من مختصين ومهندسين تجاه هذين السدين، ولا حياة لمن تنادي. حتى جامعات يعني قامت حتى ب يعني إعداد أوراق علمية ومشاريع بحثية في إطار هذا الأمر ولم يعلق أحدا. وبالتالي أعتقد أن مسألة المحاسبة بالنسبة لنا كليبيين اليوم هذا استحقاق لا جدال فيه، لا يمكن لنا. نحن اليوم نركز حقيقة على مسألة تكاثف الجهود في مسألة الإنقاذ، على إنقاذ ما يمكن إنقاذه من يعني مواطنين تحت الأنقاض. إلى حد اللحظة قبل أن ندخل معك للاستوديو ترتفع حصيلة الناجين إلى أكثر من 500 شخص. مسألة انتشار الضحايا حتى لا ندخل في كوارث، ومسألة ما يعني انتشار الأوبئة والأمراض. بعد ذلك أظن أن المسألة سوف تتطلب منا كليبيين دعم جهود النيابة العامة في فتح تحقيقات. وحسب ما وصلنا أستاذ حسين، النائب العام قبل ساعة أو ساعتين تقريبا وصل بالفعل إلى مدينة درنة، النائب العام المستشار الصديق الصور ومعه بعض وكلاء النيابة للمساعدة في مسألة إعطاء التصاريح لدفن الضحايا والموتى. بعد ذلك أظن أن سيكون هناك تحقيق من قلب الحدث، ونحن كليبيين نعول ونطالب بحيادية هذا التحقيق وأن ينال كل مقصر في هذا الإطار جزاءه. أنا أدرك تماما، وأنا آسف على الإطالة أستاذ حسين، أدرك تماما أن الإهمال والتقصير ليس وليد اللحظة. كما ذكرت لك منذ عام 2002 لم تتم صيانة السدين. أدرك تماما أن التقصير متعاقب، ولكن يجب الإشارة إلى أمر عام، أن اليوم هناك إدارة عامة للسدود تابعة لوزارة الموارد المائية، هناك سلطات محلية في درنة متمثلة في البلدية والسلطات هناك، كان عليها أن تخرج علينا أمام العالم وتبين ما يحدث في سدي وادي درنة قبل أن يعني تحدث هذه الكارثة، حتى لا
يعني تكان لهم التهم وحتى لا يكونوا جزء من هذه الكارثة. طيب هذه التي النقطة بكل تأكيد كما ذكر ضيفك الأول، وضحت أعتقد أنها تمام. في 10 ثواني.